إذا الآن هذا الجزء بدينا الآن بدنا نربط ما بين باور إلكترونيكس والماشينز. لما بشغل بعمل باور إلكترونيكس عشان أتحكم في ماشين صار عندي درايف سيستم. هذا صار هون درايف سيستم. هلا قبل ما ندخل بتفاصيله بس نطلع من هون عندي هاي هذا الجزء مع هذا الجزء. أنا هون اختصرت البريدج الريكتيفاير اختصرته هون بالداخل ما رح ندخل بتفاصيله كتير. بس هون أنا عندي بريدج ريكتيفاير اللي هو كم اس سي ار رح يكون في داخله 3 فيز 6 في بداخله 6 في بلوك جاهز موجود في الباور إلكترونيكس بيختصر علينا الستة هذول. بيطلع عندي هون بلس وماينس وماخذ هذول على دي سي موتور. دي سي موتور فيه له فيه تيرمينالز حتى تعطيني اكسايتيشن في ارمتشر في داخل من هون تورك او سبيد وطالع منه ميجرمنتس. هلا راح احكي بتفصيل اكثر عن الدي سي ماشين وايش ال 6 تيرمينالز هذول تبعون الدي سي ماشين الموجودين هون. هلا عندي هون ايش في هون 3 فيز سورس. ايش لازم تكون الزاويه هاي بالنسبه لهاد 120 ناقص 120 ناقص 240 المفروض يكون طبعا نفس الفولتج بال 3 فيز سورس اللي انا بنيته هون. اخذنا 3 فيز سورس دخلنا 3 فيز سورس على اليونيفرسال بريدج اللي موجود هون وبتلاحظوا ايش دخلت كمان على اليونيفرسال بريدج فايرنج بلسز. اذا هذا كم خط لازم يكون فيه 6. اذا هذا هو كومبلكس لاين. مش شرط بالسيمبل سيستم اذا شفت خط زي هيك معناه انه خط واحد. هذا كومبلكس في بداخله 6 سيجنالز بس احنا نرسمه كخط واحد. فهذا اذا بدي افتح وافكك اللي فيه ايش بستعمل؟ ممكن استعمل دي مالتيبلكسر او بس سيلكتر. يا بس سيلكتر يا دي مالتيبلكسر. لو حطيت هون دي مالتيبلكسر او بس سيلكتر كان يقسمه لل 6 سيجنالز واستخرج ال 6 سيجنالز اللي موجودين فيه. بس احنا هون عشان نسهل عارفين زي ايش؟ عارفين عمركم شفتوا الريبن كيبل؟ الكيبل اللي بيكون فيه 6 خطوط عليه مبسط او كيبل عادي كانه صار هون خط فيه 6 خطوط في داخله. شو دخلنا هون على هذا السينكرونايز 6 بلس جنريتر؟ هذول الثلاث سيجنالز شو هم ايش اهميتهم؟ اللي هم شو هدفهم؟ ايش الهدف يعملوه؟ سينكرونايزيشن. هذول اللي بيساعدوني بالسينكرونايزيشن لانه ايش لازم؟ ايش المعلومات الزمنيه اللي لازم اعرفها قبل ما اقدر اعمل فايرنج؟ زيرو كروسنج. هدول بتبعطوني الزيرو كروسنج حتى اقدر اطلع البلسز هدول بالنسبه للزيرو كروسنج وباخرهم بمقدار قديش؟ مقدار الزاويه الفا اللي موجوده هون. اتذكروا انه هاي الفا المينيمم تبعها 60 بالنسبه لمين؟ ار ماينس اس او 30 بالنسبه ل هون حطينا الزاويه ما بصيرش حتكون اقل من 60 المينيمم فاليو تبعها عندي هون. بس انا هون ماخذ طبعا هون بقدرش انا ادخل فولتجز مباشره على هاي. شو بدخل؟ سيجنال. فالسيجنال ماخذه من الفولتج اللي موجود هون والسيجنال ماخذه من الفولتج اللي موجود هون والفولتج موجود هون. هي عندي ار ماينس اس اس ماينس تي تي ماينس ار دخلوا هون عطوني البلوك بدي اعمله انيبل. شو عملت هون؟ زيرو اعطيته زيرو. زيرو بيعمل يعني دونت بلوك يعني انيبل. حطيت هون زيرو من هون فبدي اعمل له انيبل. عندي هون كونستنت انا بدخل زاويه ثابته 75 درجه بامكاني اغيرها. لو هذا صار كلوز لوب كنترول سيستم ممكن هاي الزاويه تتغير باستمرار. لازم اتاكد طبعا انه الفريكونسي هون هي نفس الفريكونسي هون هي نفس الفريكونسي هون. الفولتج هون هو نفس الفولتج هون هو نفس الفولتج هون والفريكونسي هون لازم تكون كمان نفس الفريكونسي اللي موجوده في البلوكس دول الثلاثه اللي موجودين هون. طيب خلينا نتاكد من هاي الاشياء قبل ما اروح على المحرك. بدي اتاكد انه هذا البلوك شغال بشكل صحيح. خلينا اول شيء نتاكد انه احنا عاملين الاشياء الصحيحه هون بالفولتجز. نطلع على ار اللي هو الفولتج سورس الاول. الفولتج سورس الاول انا حاط فيه 325 اللي هو حوالي 230 اظن 230 او 240. ايه سبب 325 عشان تبتدي نتاكد قديش الار ام اس. هذا ايش الفاليو؟ اللي هو ايه؟ هذا 325 ايش؟ البيك بيك لسنجل فيز قديش؟ 230. اذا هذا 230 فولت ار ام اس 325 فولت بيك. اعطيته فيز انجل مقدارها 0 ديجريز لانه هو الار رح يكون والفريكونسي تبعته 50 هرتز. هلا اذا شغلنا مضبوط كمان المفروض يكون هذا الثاني نفسه متطابق مطابق له بس متاخر عنه بمقدار ناقص 120 درجه والثالث لازم يكون متاخر عنه 240 او ليدنج باي 120 ديجريز. يعني يا بحطه هذا بلس 20 او ماينس 240 نفسه نفس الزاويه. اذا هذا الجزء صحيح. نتاكد من البلسز من هون. البلسز هون عندي 50 هرتز. عندي هون البلس ويدث انا حاطها 1 ديجري ممكن احطها اكثر من هيك بعرف ليش انا حاطها 1 ديجري. خلينا نحطها 10 ديجريز واظن هون لازم نحط دبل بلسينج. هي
هذا الجزء جاهز. الدبل بالسينج البريدج هذا احيانا ما بقدر يبدا انيشالي، ما بقدر يبدا الا بدي اشغل تو اس سي ارز مع بعض حتى الكرنت يروح في واحد ويرجع في الثاني، فبحتاج اني اضيف بلس اضافيه. ما بتهمناش هلا كثير يعني، بس اتذكر انه الدبل بالسينج ضروري، لازم في بعض الاحيان ضروري اني احط دبل بالسينج. البريدج اليونيفرسال بريدجز اللي بتطلع هون عنده ارمز، تذكروا الارم ايش كانت تمثل الارم؟ عادة كانت تمثل 2 اس سي ارز او 2 ترانزستورز، ف 3 ارمز يعني 6 اس سي ارز بالحاله. هي لاحظوا هي الشغله احنا حكينا عنها قبل شوي اللي هي السنبر ريزيستنس، قديش قيمتها؟ هون 100 كي 100 كيلو اوم، يعني كبيره طبعا قيمتها، ما بدنا اياها تدخل في الدائره وتخرب الدائره، فقيمه ار راح تكون كبيره. بس نمبر ريزيستنس وهون والكباسيتي حاطها انفينيتي، هون مش معطيها هو كباسيتنس. باور الكترونيك ديفايسز ثيرستورز ار اون، ار اون هي الريزيستنس تبعت الاس سي ار لما يسكر. الايديال سويتش قديش الريزيستنس تبعته لما يكون مسكر؟ الايديال ريزيستنس 0 0 0. هلا هون عمال بقول لا هي مش بالضبط 0، هي 1 ملي اوم. لما يسكر هذا الاس سي ار بتكون 1 ملي اوم ومش حاطط له فورورد. إذن هذا البريدج جاهز، هون راح يطلع عندي بلس وماينس، عم نراقب الكرنت اللي رايح من البريدج على المحرك عن طريق الكرنت ميجرمنت، وعم نراقب الفولتج اللي طالع من البريدج على السكوب اللي موجود. خليني في البدايه هلا بدي اطلع بس على بتطلع هون، راح الغي هذا الجزء. هيك انا فصلت المحرك، بس بدي اراقب هون اشوف اطلع انه بيطلع معي فولتج صحيح ولا لا. احنا على فايرنج انجل 75 درجه. خلينا نعمل ران ونشوف. هلا رح اعمل زوم بالاكس دايركشن. خليني ارجع الزاويه اول شيء ل اظن 60 رح تعطيني المينيمم، رح تعطيني الماكسيمم. هروح على السيم باور سيستمز ناخذ ريزيستيف لود. سيم باور سيستمز اخذ سيريز ار ال سي برانش، راح احول الريزيستيف لود اس مثلا هذا 100 اوم. واصلين اللود هلا يمكن يكون الدبل بولسينج، خلينا اشيل الدبل بولسينج بس اتاكد انه هذا مش المشكله. خلينا نعمل الان رن. اتاكد من الزاويه انها صحيحه. خلينا ننزل الزاويه هاي لزيرو واشوف. في شيء غلط هون مش هيك؟ ايش الغلط؟ انا حاطط الزاويه زيرو هون، المفروض يكون عندي مينيمم 60 مضبوط؟ نعم؟ لا لا ريزيستر السبب يعني لا ما اظن، خلينا نشيل الريزيستر اتاكد. هي راح افكه من هاي الجهه واشوف ونعمل ران مره ثانيه. عشان بدون ريزستر عم بعطيني كم بلس لازم يكون عندي هون؟
خلينا نتاكد من انها صحيحه 6 فولت. رح ارجع الان هون رح نعمل زوم بالمنطقه هاي او المنطقه هون حتى نعمل زوم بالاكس. طيب خلينا نعدهم هلا. المفروض قديش قديش احنا الفريكونسي حطيناها 50. فالمفروض اذا بين بوينت بوينت بين بوينت مضبوط. انا عندي السايكل قديش 50 هرتز. فالمفروض الفريكونسي تكون بوينت 0.02 من بوينت 2 عفوا من بوينت 2 لقديش لبوينت 22. مضبوط كلامك صحيح شكرا. كم بلس عندي هون؟ اطلع هاي بوينت 2 وهي بوينت 22 مش هيك؟ هاي سايكل كامل عندي 1 2 3 4 5 6 مضبوط. اذا هذه فعلا 6 بلس ريكتيفاير. خلينا نبدا نزيد الزاويه الان. راح ازيد الزاويه مثلا ل 30 ونعمل اوكي ونعمل رن. اذا بنطلع الان بنلاقي انه تاخر، المفروض يكون تاخر 30 درجه. يعني راح اعمل هيك هلا ونعمل الان هي واضح الزاويه تاخرت هون، عندي تاخرت 30 درجه فغيرت الاوتبوت فولتج اللي موجود هون. طيب اذا هذا الجزء جاهز عندنا. هلا في عندي هون شيء غلط بال 30 درجه، انا مش متاكد منه، كانه هو بيشتغل في 30 درجه لما يكون البريدج بعطيني اياها من الزيرو. بس على اي حال هلا عم بتغير عندنا، عماله بتغير الفارق انجل وبتغير الافرج فولتج. لو راقبنا الان الافرج فولتج هون، كيف بقدر احسب الافرج فولتج الان لما صار عندي فارق انجل؟ كيف بغير الفورمولا؟ شو كانت الفورمولا عندي؟ 3 جذر 3 على باي في في ماكس. بس هون دخل شيء جديد عندي اللي الزاويه. الزاويه تمام. ليش بضرب اذا؟ كوساين الفا. كوساين الفا فبضرب بكوساين الفا، يعني كوساين ال 30 قديش؟ 0.866 مضبوط؟ فبنزل الافرج فولتج بمقدار قديش بنضرب؟ ب 0.866 ماشي؟ واضحين فاهمين؟ فاهمين هاي؟ لاحظوا البيك هون ما اختلف. البيك بين الحاله السابقه والحاله هاي ما اختلف مضبوط؟ هيو نفسه. كيف طب اختلف الافرج؟ لانه في عندي فتره هون نزل فيها، يعني بطل هذا هون صار اوطى منه. شو كانت هاي راح تكون لو انه فيش عندي فاير انجل؟ هذا ما راح يكون موجود مضبوط؟ لو في شيء فارق انجل وين راح يكون عندي؟ هذا الفولتج بدل ما يكون هون وين بتكون؟ مش راح يرتفع الافرج تبعه؟ فالافرج تبعه بمقدار قديش اختلف؟ كوساين الفا اللي هي 0.866 فصار 86% من القيمه الاصليه. فلما برسم الافرج راح الاقي الافرج صار هون بدل ما كان هون بالحاله هاي. ماشي واضحه؟ اذا هذا الفولتج راح نحطه على الارمتشر تبع الدي سي موتور. هلا خلينا نطلع على الدي سي موتور اللي موجود هون. ايش عندي التيرمينالز تبعت الدي سي موتور؟ نعمل زوم عليه. فيت سيلكشن تو فيو. اذا بنطلع على دي سي موتور هون في عندي اي، الاي صار لايش او رمز لايش؟ ارمتشر. الارمتشر هي الروتر تبع الدي سي موتور اللي مش ماخذين ماشينز. في حد مش ماخذ ماشينز هون؟ معذره بس تمام. اذا يعني نحكي معلومات خفيفه راح احكي. الارمتشر، الارمتشر هو هي لاحظوا هذول ايش رمز لايش هذول؟ بس هدول القطع هاي رمز لايش؟ البرشز. هاي رمز للبرشز لانه الارمتشر راح اشبكها عن طريق البرشز. فصار عندي هون الارمتشر، مين راح احطه على الارمتشر؟ اي فولتج؟ اللي جاي من وين؟ من الريكتيفاير الدي سي. راح يتغير الدي سي، راح يتغير من زيرو ل الفول فولتج مضبوط؟ امتى راح يكون اعلى قيمه له؟ لما الفا تكون قديش؟ اقل قيمه لها. لاحظوا انتبهوا هون هلا انا احنا قلنا انه الفا انتبهوا بدها تكون مينيمم فاليو لها 60 من ار ماينس اس. بعدين عندي هون الفيلد، الفيلد ايش الهدف منه؟ في الدي سي موتور بيعمل اكسايتيشن، بيعطيني ماجنتيك فلكس. احنا هون مخلينه كونستنت ما راح نغيره، يعني تحكمنا كله راح يكون عن طريق ايش؟ عن طريق تغيير الارمتشر. هون الفي الدي سي فولتج هون كونستنت، حاط انا هون 150. خلينا نشوف المشين هاي، هي الفيلد تبع هاي المشين قديش؟ 150 فولت. فانا ثبتت الارمتشر، ثبتت الفيلد على، فالاكسايتيشن ما راح يتغير. ايش اللي راح اغيره طول الوقت؟ في الفولتج، الارمتشر فولتج. عندي الارمتشر فولتج هون الفولتج تبعها 240 فولت، هذا راح يكون طبعا افرج.
طيب لو جينا هلا كبسنا عن هذا الدي سي موتور راح الاقي في عندي هون بريسيت موديل، في موديلز موجوده جاهزه ممكن استخدمها للدي سي موتور. عندي هون مثلا هذا 5 هورس باور، قديش الهورس باور كم وات؟ 746 حوالي 750 وات، 240 فولت. هذا على اي فولتج بحكي 240 فولت؟ بس وين يعني في المحرك؟ اي جزء من المحرك؟ الارمتشر. تمام. والفيلد 1500، والار بي ام تبعه السرعه اللي بلف عليها 1750 ار بي ام. الميكانيكال انبوت، هلا انا الموديل هذا ممكن اني اثبت اعطيه اطلب منه ايش السرعه اللي يمشي عليها وهو يعطيني تورك، او ممكن اطلب منه التورك وهو يطلع لي السبيد اللي بيمشي عليها. يعني هون هذا انبوت صار سبيد، احنا اظن بالحاله هاي رح نثبته على التورك، فرح احط له تورك رح اعطيه تورك وهو يطلع لي السبيد اللي بيمشي عليها. البارامترز تبعت هذا الدي سي موتور محدده من هون، فبعطيني الارمتشر ريزيستنس، قديش الارمتشر ريزيستنس؟ 0.78، والارمتشر اندكتنس 0.16، واعطاني كل الفاليوز الثانيه. هي مثلا هون الانرشيا تبعت المحرك، الانرشيا تبعت المحرك 0.05 كيلوغرام متر سكوير، فيسكس فريكشن كولوم فريكشن، وهكذا. مش راح اهتم كثير بالاشياء هاي الموجوده هون. الام هذا الخط اللي طالع هو عباره عن ميجرمنتس، بعطيني فاليوز مختلفه. خلينا نحاول نطلع عليه، بحكي لي اشياء عن المحرك. نعمل زوم اوت، نعمل كمان زوم اوت، نعمل فيو سيستم. هلا هون لاحظوا هذا الام اخذته وين على ايش؟ ايش هاي القطعه؟ دي مالتيبلكسر، حتى بس سلكتر. انا ميزه البس سلكتر بخليك تشوف اسماء السيجنالز اللي موجوده، فعاده البس سلكتر مفيد اكثر من المالتيبلكسر. بحدد بالضبط لازم تطلع هون شو اعطاني؟ اعطاني سيجنالز ان ذا بس، فاعطاني في اربع سيجنالز موجوده في البس اللي هي ايش؟ اعطيني السرعه والارمتشر كرنت والفيلد كارنت والالكتريكال تورك، بعطيني التورك اللي بنشعل هاي. انا اخترت منه السبيد والالكتريكال، كان بالثاني اختار الاربعه كلهم، بس انا اخترت هذول الاثنين وعملت اوكي. فايش طلع عندي هلا هون؟ تلاحظوا كم سيجنال طلعت من الباص؟ تنتين اللي انا اخترتهم، حتى اسمائهم هو حط لي اسمائهم عليهم كمان. بس بدك اسمه من التورك اللي تحت. التورك اللي تحت، انا بدي اشوف السبيد، انا بدي اشوف السبيد، انا دخلت له تورك وبدي اراقب السبيد الان. بدي اشوف السبيد اللي هو بيمشي عليها قديش راح يمشي عليها. خلينا نعطيها للتورك، راح اخذ كونستنت من هون. هلا راح اطلب منه تورك معين، خلينا نسميها هذه هون، هاي راح نسميها تورك. تورك. والارمتشر لازم تشبكها مش هيك؟ وين لازم نشبك الارمتشر؟ هي في طلب طرف من هون مشبوك مع النيجاتيف، فالطرف الثاني لازم نشبكه مع البوزيتيف. خلينا امرر الخط من هون وحتى بامكاني اشبكه هون مباشره. مش هيك صار مشبوك واحد مع البوزيتيف وواحد مع النيجاتيف. المفروض احنا هلا جاهزين نشغل السيستم ونشوف السرعه كيف تتغير. ايش الانيشال سبيد تبعت المحرك راح تكون؟ راح يبدا من اي سرعه؟ راح يبدا من زيرو. كيف بعرف انه راح يبدا من زيرو؟ هاي الانيشال سبيد هون زيرو، فانيشال اول ما بشغل قديش راح تكون سرعته؟ زيرو، راح يبدا يزيد. راح نحط تورك صغير هون، راح احط انا هلا مش متاكد شو التورك اللي بعطيني، راح احط انا خمسه هلا واشوف قديش السرعه اللي بمشي عليها. راح نعمل ران. هاي ايش وحدة السبيد هون؟ راديانس بير سكند هو راح يطلعها. ماشي، شو هذا الشكل يوحي لنا؟ ايش اللي احنا عملناه هون؟ دخلنا على السيستم طلبنا منه يروح على سرعة جديدة مش هيك؟ يعني دخلت ستيب فانكشن. ايش هذا الشكل بيشبه؟ ايوه الريسبونس للسيستم سكند اوردر سيستم لستيب فانكشن، كانه مش هيك؟ كانه اندر دامج. يعني لو اني عملت الموديل تبع هذا السيستم كنت لاقي انه اندر دامج. اوكي، اذا هون قديش السرعه اللي مشي عليها في النهايه؟ اللي استقر عليها في النهايه؟ خليني اخذ الواي. تقريبا ثبت على 373، ايش هاي الوحده؟ راديانس. بدل احولها لار بي ام؟ لا
شو بعمل؟ ايش بعمل؟ بضرب في 60 وبقسم على بقسم على 2π بتحولها ل revolutions per second. بضرب في 60 بتحولها ل rp. طيب هلا لو زدت التورك عليه شوي شو راح يصير بالسرعه النهائيه؟ بالله سجل الرقم عندك هذا 372. خلينا الان نزيد التورك مثلا ل 7 نيوتن متر ونعمل راند مره ثانيه. طيب خلينا نشوف السرعة هلا اللي استقر عليها، هذه كانت 372، لما زدنا التورك قديش صارت السرعة؟ صارت تقريبا أقل شوي من 372، 371. خلينا نزيده مثلا لقيمة أكبر، خلينا أصغر أول شيء التايم هون ل 0.5 مثلا سكندز، وراح أزيد التورك هون مثلا ل 10 ل 10 نيوتن متر. يعني السرعة هون نزلت، السرعة الجديدة صارت مثلا هلا 300 تقريبا و70. زيد التورك كمان، خلينا نزيد التورك ل 20 نيوتن متر. ايش تتوقع راح تكون علاقة بين السبيد والتورك لهذا السيري؟ عكسي. قديش هلا صارت؟ صارت تقريبا 365. ماشي واضح لهي؟ اذا هون احنا قدرنا طبعا اذا غيرت الفولتج ايش راح يصير؟ مثلا خلينا هون نغير الفايرنج انجل، اذا غير الفولتج عن طريق الفايرنج انجل شو العلاقه بينهم؟ ايش العلاقه بين افريج فولتج والفايرنج انجل؟ اذا زدت الفايرنج انجل شو بصير بالافريج فولتج؟ لانه العلاقه ايش تعتمد على؟ الكوساين. متذكرين؟ 3 بجذر 3 على باي في في ماكس في كوساين في ماكس ما بتغير، والثلاثة وجذر الثلاثة وباي ما بتغير، بس إذا بتغير الفولتج شو بغير؟ فارق انجل. خليني أنزل شوي الفارق انجل، أزيد الفارق انجل بحيث أنزل الفولتج، خليني أخليها 70 فولت، 70 ديجري ونعمل شو بتوقعوا السبيد لازم تصير هلا؟ نزلت عندي سبيد تقريبا لحوالي 140 راديان بير سكند، نزلت منيح تغير الفولتج.